أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام في الكثير من الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، اغتيال والد ناشط مدني مختطف في محافظة ميسان. في الشرق الأوسط، وزارة الصحة في العراق تحذر من خطورة الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا. في المدى، العراق أنفق 100 مليار دولار على شركات النفط الأجنبية دون زيادة الإنتاج. في الزمان، مختصون يخشون من تحول الانتحار في العراق إلى ظاهرة تصعب السيطرة عليها. في العرب اللندنية، إدارة بايدن تفرض أولى عقوباتها على إيران. في القدس العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الضفة. وفي واشنطن بوست، انهيار مشروع قانون بايدن التحفيزي لدعم الأمريكيين. حول نظام ولاية الفقيه ومحاولة إيران فرضه على العراق، يقول الكاتب خضير طاهر في مقال جاء فيه: الآن يواصل الخذلان بصمته عن مؤامرة تحويل العراق إلى كيان تابع لولاية الفقيه، ويكرس الاحتلال الإيراني. بدأ المخطط الإيراني يكشف عن وجهه القبيح في العراق، وأخطر مرحلة من هذا المخطط كانت تشكيل ميليشيات مسلحة إرهابية تتمتع بشرعية فقهية من المرجعية. مهمة هذه الميليشيات توفير الحماية للمشروع الإيراني، وكذلك تستخدم كأداة قمع وحشي للشعب العراقي المعترض على الاحتلال الإيراني. المرحلة الخطيرة الأخرى هي البدء بمشروع تكريس نظام ولاية الفقيه بشكل سافر عن طريق قانون المحكمة الاتحادية، وكأن الشعب العراقي لم يبلغ سن الرشد وبحاجة إلى وضعه تحت وصاية شيخ معمم هو بالأصل عميل إيراني ضد العراق، وحتى الشيخ السني لم يسمح له دخول المحكمة الاتحادية ما لم يكن موالياً لإيران، على غرار ما تفعله إيران مع كبار المسؤولين السنة مثل رئيس البرلمان ووزير الدفاع، إذ يتم عقد الصفقات معهم والتأكد من ولائهما لإيران ثم يتم تعيينهما. لكن المثير للغرابة هو سكوت الشعب العراقي وعدم تحركه للدفاع عن حريته والاحتجاج ضد نظام ولاية الفقيه المراد تطبيقه في العراق، إذ لم تخرج تظاهرات جماهيرية تطالب بإسقاط المشروع، ولم نشاهد الشعب العراقي يدافع عن نفسه وحقوقه في الحرية والديمقراطية. أمر محزن هذا الصمت واللامبالاة والكسل وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل العراقيين نحو أنفسهم وبلدهم. لقد خذلنا الشعب العراقي في عدم المشاركة الواسعة في ثورة تشرين. ويضيف الكاتب: هذا الكلام يخص الشيعة أكثر من غيرهم، فالكرد غير معنيين بنظام ولاية الفقيه، وكذلك السنة، وخطر التعرض لعبودية إيران سيتحمله شيعة العراق وحدهم. التغيير الديمغرافي في محافظة صلاح الدين موضوع للكاتب حسين السبعاوي، ويقول فيه: أمام هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المنظمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، تجد المجتمع الدولي يقف متفرجاً. اعتمدت القوات الأمنية والميليشيات على أسلوب التهجير الناعم في محافظة صلاح الدين، بمعنى التهجير داخل المحافظة بين الأقضية والنواحي التابعة لها. وقد صرح رئيس دائرة الهجرة في سامراء خالد محجوب بأن أكثر من 1000 عائلة مهجرة داخل المحافظة وأطرافها تسكن في الهياكل والأبنية غير المكتملة،
فالأهالي ينزحون من الإسحاق مثلا إلى قضاء الدور أو من قضاء بلد إلى مدينة سامراء، وفي الوقت ذاته تجلب قوات الأمن العوائل من المحافظات الجنوبية إلى أطراف مدينة سامراء وخاصة مربي الجاموس في محافظة ميسان بحجة جفاف الأهوار والحاجة إلى المناطق المائية لتعيش جواميسهم، وتمنعوا نشر أي خبر على مواقع التواصل عن سوء المعاملة التي يواجهها السكان من قبل الميليشيات، ومنع دخول القنوات الفضائية إلى المدينة إلا القنوات الطائفية المؤيدة لمشروع التغيير الديموغرافي القائم، فضلاً عن إغلاق كافة المحال التجارية القريبة من مرقد العسكريين في مدينة سامراء القديمة ومحاربة الناس في أرزاقهم ليضطروا إلى ترك محالهم أو بيعها بثمن بخس وفسخ العقود الزراعية للفلاحين ونقلها إلى آخرين ضمن مشروع التغيير، حتى أصبح صاحب الأرض يعمل فلاحاً لديهم. وبهذه الطريقة تحولت المنطقة إلى نظام إقطاعي ناهيك عن إغلاق المساجد وتحويلها إلى حسينيات من خلال الوقف الشيعي. ضيف السبعاوي: تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية كاملة عن كل ما يجري من انتهاكات في العراق، فلولاها لما تجرأت إيران وميليشياتها على ممارسة هذه الجرائم ضد الشعب العراقي الأعزل. لعبة شد الحبل بين واشنطن وطهران موضوع تناوله الكاتب عمر البدوي في مقالة جاء فيها: في ظل التحولات الجارية تبدو المنطقة العربية مستعجلة للتحضير والاستعداد للمرحلة المقبلة، فما هي خياراتها وفرصها، وهل سيسمع الصوت العربي في أي مقاربة بشأن مستقبل المنطقة؟ تمطر ميليشيات إيران القواعد الأمريكية في أربيل بوابل من الصواريخ المجهولة، وتهاجم السفن في مياه الخليج العربي، ويرفع وكلاؤها الحوثيون في اليمن من معدل هجماتهم في مأرب وعلى مواقع مدنية داخل السعودية، وتوشك على تفجير سفارة الإمارات ودبلوماسييها في أثيوبيا، بينما تكتفي إدارة بايدن بهجمات متواضعة على البوكمال السورية للإيحاء بأن تصرفات طهران مرفوضة وأن إيران لن تفلت من العقاب. رسالة هزيلة، بينما طهران تستبيح المزيد من الخطوط الحمراء. تترقب إيران انتخابات حاسمة في مرحلة مفصلية، وترشح التوقعات فوز دفعة جديدة من المحافظين المتشددين بالمنافسة. وفي هذه الأجواء تبدو سياسة العناد التي تبديها حكومة روحاني بمثابة استرضاء للتيار المتشدد واستبقاء لحظوظ من يوصفون بالمعتدلين في إيران، خاصة بعد أن جاء نقد واشنطن للاتفاق في عهد ترامب بمثابة تصديق لوجهة نظر المتشددين بعدم الثقة بالغرب وخصم بالتالي من رصيد المعتدلين. يريد بايدن العودة إلى الاتفاق بأي ثمن، وتبدو إدارته وكأنها ترجو من إيران أن تقبل العودة، لكنها تشد الحبل. لعبة شد الحبل بين الجانبين ليست دليلاً كافياً على أن المسألة تواجه طريقاً مسدوداً، وربما تفاجأ المنطقة في وسط هذا التوتر والترقب باتفاق جديد بعد أن يفرش بايدن السجادة الحمراء لتسهيل كل العقبات ورفع كل العراقيل. ويضيف الكاتب: كيف سيكون الموقف إذا جرى تجاهل مآخذ ومطالب دول المنطقة من أي تفاهم مرتقب، سواء كان يجري سراً الآن أو هو على وشك الحدوث قريباً؟ في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية عن تداعياتها، كتب بكر صدقي يقول: تجرأ السوريون قبل 10 سنوات على الحلم وتذوقوا طعم الحرية والكرامة في مواجهة إجرام النظام ووضاعته. بعد أيام قليلة تحل الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع ثورة السوريين التراجيدية التي طلبت المستحيل ولم تحقق أيا من رهاناتها الرئيسة، بل أكثر من ذلك، سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس مستمر يبدو إلى اليوم بلا مخرج قريب.
وفي ظل انعدام الأفق هذا يتراشق سوريو الثورة فيما بينهم الاتهامات، ويخوضون صراعات عبثية لكنها أكثر حدة من صراعهم الأصلي ضد النظام. الواقع أن السوريين منقسمون وتدور صراعات فكرية حادة فيما بينهم في كل فرصة ومناسبة وعلى كل صغيرة وكبيرة، مقابل تراجع حدة الصراعات المسلحة في الداخل، وهي تدور بين قوى أمر واقع متفاوتة القوة ولا تعني سائر السوريين كثيراً إلا من حيث الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. أما النظام السوري فهو غارق في أزمته الاقتصادية والاجتماعية الخانقة بفعل عوامل كثيرة أضيفت إليها العقوبات الأمريكية المعروفة باسم قيصر وآثار جائحة كورونا، ليتعزز هذا الغرق بابتعاد الحل السياسي الذي يريده عودة مستحيلة. لقد بدأت استعدادات النظام مبكراً لتجديد ولاية من 7 سنوات لبشار الأسد، وكأن كل شيء بخير في وقت تنتظر فيه القوى المنخرطة في سوريا ما الذي قد تأتي به الإدارة الأمريكية الجديدة من مقاربات بشأن سوريا ليعيدوا حساباتهم بناء على ذلك. وفي هذا الوقت ينشر خبر إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا لخلط الأوراق. بكر صدقي يقول في مقاله أيضاً: لقد تكالبت كل الظروف ضد حلمهم، عزاؤهما الوحيد اليوم هو أن النظام جثة تسير على قدمين، ولابد للجثة من أن تدفن أو تحرق في لحظة ما، لا يمكننا اليوم التكهن بشأنها. مفاوضات سد النهضة موضوع للكاتب عصام شعبان، ومما جاء في مقاله حديثه الذي يقول فيه: يتضح اليوم أن المشهد بات يمثل مواجهة إثيوبية صريحة لمصر والسودان قبيل الملء الثاني، والذي يعني احتجاز ما بين 5 إلى 13 مليار قدم مكعب. ما زالت مفاوضات سد النهضة في متاهتها، تتصل وتنقطع جولاتها من دون حلول منذ توقيع إعلان المبادئ عام 2015 في الخرطوم، مروراً بفشل مفاوضات واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، والتي اعتبرتها أثيوبيا تمثل انحيازاً ضدها وطالبت بوساطة الاتحاد الإفريقي، ولم يختلف المصير. كسبت أثيوبيا الوقت حتى موعد الملء الأول لبحيرة السد في تموز 2020، والذي تم من دون توافق أو اتفاق، وفي انتهاك لاتفاقية إعلان المبادئ التي تشترط الاتفاق بين أثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، ما يعني فرض سياسة الأمر الواقع، ومن دون دخول في تفاصيل جولات تفاوض القاهرة والخرطوم وواشنطن وأديس أبابا، بالإضافة إلى اجتماعات الفيديو كونفرنس وآخرها في كانون الثاني الماضي. لم تتجاوز المفاوضات نقاط الاختلاف، وظل الصراع قائماً ببقاء أسسه، وظلت المقدمات متشابهة ومعدلات القوة مختلة من دون تغيير، ولم تكن هناك بطبيعة الحال نتائج مغايرة. يرجع بعضهم الفشل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يراعي توازن المصالح إلى تعنت أثيوبيا وصل فيها، وعلى الرغم من أن المقولة صحيحة إلا أنها ليست كافية، فالأزمة مثقلة بسياقات إقليمية ودولية ومشتبكة مع مصالح سياسية واقتصادية وقصور لمنهج التفاوض، وهو ما يفاقم أزمة مصر والسودان نتاج الإضرار بنهر النيل. يقول عصام شعبان في مقاله أيضاً: إن الوقت بات محدوداً ولا يحتمل فشل مفاوضات جديدة، وإن معادلات القوة تحتاج فعلياً إلى تغيير ونشاط على أصعدة عدة وبأدوات متنوعة، وأن تخاطب الدولتان المحيط العربي، خصوصاً الدولة التي تربطها علاقات مع إثيوبيا. المقال الجديد منشور في صحيفة الشرق الأوسط، وهو عن ضحايا التعذيب في العراق، موضوع تناوله الكاتب داود الفرحان، وجاء فيه: أمامنا اليوم ما يسمى الصكوك القانونية أو التشريعات، أي المراجع الدولية التي يعتمد عليها،
وهي اتفاقية مناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. من الصدف أنني زرت سجن أبو غريب قبل الاحتلال في مهمة نقابية للتضامن مع أحد الصحفيين العراقيين البارزين وتوفير رعاية له، إلا أن سجن أبو غريب فرخ بعد الاحتلال الأمريكي ثم الاستيطان الإيراني معتقلات لا حد لها في كل المحافظات، وصار لكل ميليشيا معتقلات عديدة ترمي فيها من تشاء من السنة أو الشيعة بتهمة الانتماء لحزب البعث أو التظاهر ضد الفساد والطائفية والبطالة والنفوذ الإيراني الذي لا حدود له، وتمارس ضد المعتقلين طقوس خرافية باستخدام أساليب تعذيب لم تخطر على بال أحد، مثل أدريل وهو مثقاب الجدران الكهربائي لثقب الجماجم. وامتد الأمر الذي صار ظاهرة طائفية إيرانية صريحة إلى أنحاء العراق، من الموصل المنكوبة إلى الأنبار الجريحة، إلى بابل المسبية، إلى ديال المقهورة، وإلى متظاهري تشرين الشجعان من الشباب الوطني العراقي الذي هب متأخراً لاستعادة وطنه من الإيرانيين وفيلق القدس واللصوص والجهلة والقتلة. والأفظع من كل ذلك أن هناك آلاف المعتقلين لا يعلم عن مصيرهم أحد شيئاً، وتوجد جنوب بغداد وشمال بابل منطقة ريفية اسمها جرف الصخر سيطرت عليها الميليشيات وقتلت وطردت سكانها وحولتها إلى معتقل وتمنع زيارتها إلا لضباط من فيلق القدس الإيراني وقادة الميليشيات الطائفية، وهي أسوأ السيئات في المشهد السياسي الراهن في العراق. وجاء في مقال داود الفرحان أيضاً أن معظم تلك الصكوك غير فعالة، بدليل أن التعذيب تصل قسوته في بعض الدول إلى الموت البطيء والمؤلم، مثل ما يحدث في إيران والعراق وسوريا والجزء المحتل من اليمن في الشرق الأوسط وجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية وبعض الأنظمة القمعية في أفريقيا ومثلها كذلك في آسيا الوسطى. الآن إلى هذا الخبر المختلف قليلاً، وجاء فيه: اكتشف التلسكوب الراديوي الكروي الصيني فاست البالغ قطره 500 متر اكتشف 3 دفقات راديوية أي ومضات سريعة جديدة من أماكن أخرى في الفضاء. وأوضح الفريق البحثي بقيادة المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم أنهم اكتشفوا 3 دفقات راديوية سريعة جديدة مع قياس التشتت العالي من كتلة بيانات التلسكوب فاست. وتشير الدفقات الراديوية السريعة المكتشفة حديثاً جنباً إلى جنب مع أول دفقة لاسلكية سريعة التقطت بواسطة تلسكوب فاست في عام 2020، تشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 120 ألف دفقة راديوية سريعة يمكن اكتشافها تصل إلى الأرض كل يوم. وقال نيو تشين هوي قائد الفريق البحثي خلال الدراسة: نحن نلحق بالركب فيما يتعلق بمعالجة البيانات، ونتوقع المزيد من الاكتشافات من خلال تلسكوب فاست، مضيفا أن المزيد من الاكتشافات من خلال تلسكوب فاست ستساعد بالتالي في الكشف عن الأصل غير المعروف حتى الآن للدفقات. وتعد الدفقات الراديوية السريعة ومضات راديوية غامضة تدوم فقط بضعة أجزاء من الألف من الثانية، وأكدت في عام 2016 من الكون، وحدثت منذ مليارات السنين عندما كان الكون في شبابه. ويمكن أن توفر الدفقات الراديوية السريعة رؤى حول مجموعة واسعة من المشاكل الفيزيائية الفلكية. يذكر أن التلسكوب الراديوي الكروي الصيني فاست أكبر تلسكوب لاسلكي ذا طبق واحد في العالم، مع مساحة استقبال تساوي 30 ملعب كرة قدم، ويقع في منخفض طبيعي عميق ومستدير في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، وقد بدأ العمل رسمياً في 11 من كانون الثاني 2020.
إلى الكاريكاتير الآن. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية صدى الأقلام، دائما كونوا بألف خير، إلى اللقاء.